وينضم إلينا عبر الإنترنت دكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس. دكتور سامي أحييك، هل لك أي تعليق على الخبر الذي قرأناه الآن، مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك مقتل 3 من الجنود الأمريكيين هذا المساء هو تطور مهم، وهو نتيجة طبيعية للشراكة الأمريكية إلى جانب الاحتلال الصهيوني في قتل الأبرياء في غزة. على من يمارس الجرائم في غزة أن يختار بين وقف هذا القتل والتدمير أو أن يدفع ثمن هذه الجرائم. واليوم ما جرى هذا المساء من استهداف جنود أمريكيين بالعشرات، هذا إشارة أن غزة لم تعد تقتل وحدها، وأن من يشتركون في قتل غزة باتوا يدفعون الأثمان داخل فلسطين وخارج فلسطين. لكن استهداف جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية لعله دكتور سامي يكون من الخطورة بمكان، يشعل المنطقة بأكملها، يدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح وصريح في هذه الحرب على ما يسمى بقوى المقاومة في المنطقة، يعني هل هذا صحيح؟ نحن حذرنا منذ وقت طويل أن على الإدارة الأمريكية أن تتدخل لوقف الحرب، وقف العدوان على غزة، العدوان الذي بدأ بقرار أمريكي، وإلا فإن النتيجة الطبيعية هو اتساع مساحة هذا الصراع، لأن الأمة لن تصمت على استمرار قتل النساء والأطفال والأبرياء في غزة. الإدارة الأمريكية أصمت أذنيها واستمر تدفق كل أشكال السلاح إلى غزة، والدعم السياسي والدعم الإعلامي ومشاركة جنرالات أمريكيين في إدارة غرف القتال ضد شعبنا في غزة. ولذلك نحن أمام هذه النتيجة، نتيجة هذه الغطرسة وهذه العنجهية الأمريكية والإصرار على استمرار قتل المدنيين في غزة. البداية كانت بالذات في البحر الأحمر حينما نهض اليمنيون لنصرة نساء وأطفال غزة، والضغط على الإدارة الأمريكية لوقف حربها على الأبرياء في غزة. واليوم نحن أمام مثال إضافي، وأعتقد أن الأمة ستستمر بكل الأشكال وبدون أي حدود لمواصلة هذا الدور لحماية الدم الفلسطيني النازف. ما يجري في غزة هو عار كبير على هذا المجتمع الدولي وعلى العالم. اليوم من يتابع هذه الجرائم التي ترتكب على مدار اللحظة، قبل أن ندخل إلى الهواء، بيت ما فيه عائلة يستهدف فيسقط 10، عائلة بالكامل في مخيم الشاطئ الفلسطينيين غرب مدينة غزة، عائلة بالكامل ترتقي جميعا شهداء. نحن أمام مجازر على مدار اللحظة، والجانب الإنساني يفوق حتى مشهد الدماء. هنا اليوم مثلا لم تدخل شاحنة واحدة إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات باستثناء 5 من الشاحنات التجارية. هم يتحدثون عن تدفق المساعدات، بينما ما يجري هو تقييد دخول الشاحنات المساعدات بدرجة أكبر مما كان عليه الوضع السابق. طب هذه معلومة مهمة دكتور، أنت هذه معلومة يعني فقط زيادة في التأكيد، أنت تقول أنه لم تدخل أي شاحنة مساعدات لغزة هذا اليوم؟ معبر كرم أبو سالم أصلا مغلق بالكامل، ومعبر رفح لم يدخل منه إلا بعض تقريبا 5 شاحنات تجارية من البنزين والوقود فقط. الشاحنات الإغاثية لم تدخل هذا اليوم إلى قطاع غزة. في اعتقادك أن من يحكمون الاحتلال الإسرائيلي، من يحكمون إسرائيل وهم يوصفون بأنها هذه هي الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، بالتأكيد يريدون لهذه الحرب بشكل أو بآخر أن تتوسع، يريدون إدخال الولايات المتحدة الأمريكية كطرف رئيسي فيها وإشعال المنطقة وضرب المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني وضرب الحوثيين في اليمن وبعض ما يسمى بمحور المقاومة في العراق وفي سوريا. على البعض يقول، وهذا من الممكن أن يكون طرح، أن هذا في صالح الاحتلال الإسرائيلي، إشعال المنطقة بهذا الشكل في صالح حكومة بنيامين نتنياهو. يعني ليس هناك أي إرادة
لإشعال المنطقة، لكن نحن نقول أنه ما يجري من قتل وإجرام وتدمير في غزة سيكون نتيجة الطبيعية واتساع مساحة الصراع في المنطقة. قيام الإدارة الأمريكية بعدم الاستماع لأي صوت للعقل والمنطق بوقف هذه الحرب المجرمة التي بدأتها أمريكا وتستمر فيها بسلاحها وقيادتها وتوجيهها، طبيعي أن الأمة لا تصمت على استمرار هذا الجرائم، وإلا ما هو البديل؟ البديل أن يستمر القتل والإجرام على مشهد من العالم. واليوم أمريكا لا تكتفي بإمداد الاحتلال بالسلاح والطعام، بل هي تحارب غزة بالضغط على الدول، الضغط على الأونروا ولتقييد عملياتها في غزة ومنع أي منح مالية لصالح مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. أمريكا مستمرة في العدوان على غزة بأشكال متعددة، أشكال لا تنتهي، وبالتالي عليها أن تدرك أن نتيجة ذلك هو اتساع مساحة هذا الصراع، اتساع مشهد الدماء النازف، اتساع مساحة إشعال المنطقة. عليها أن تدرك ذلك قبل فوات الأوان، وإلا نحن لن نقبل أن تذبح غزة بمفردها، وأن الأمة تستمر بهذا المشهد الدموي الذي يتم وفق الإرادة الأمريكية في غزة. طيب، هناك ادعاءات بأن عدد من موظفي الأونروا وكان يعملون لصالحكم في حماس. دكتور سامي، إسرائيل تدعي أن ما يقرب من 12 موظفا شاركوا في عملية 7 أكتوبر. الأمم المتحدة بشكل رسمي قامت بفصل 9 من 12. يعني هذه الادعاءات التي جعلت 9 دول على الأقل حتى الآن وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا إلى آخره يقومون بتعليق المساعدات للأونروا أو تعليق التمويل للأونروا، كيف ترون هذا المشهد؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ هل هناك عدد من موظفي الأونروا كانوا يعملون لصالح حماس؟ يعني ادعاء الأمريكان، الإدارة الأمريكية، بأن هناك 9 أو 12 شاركوا في المعارك يوم 7 أكتوبر هي مجرد ادعاءات إسرائيلية واعتماد على أكاذيب إسرائيلية. أكاذيب هي من أمثلتها قتل الأطفال واغتصاب النساء، أكاذيب كثيرة وقطع الرؤوس ثبت بطلانها. اليوم الإدارة الأمريكية تبحث عن أي مسوغ أو أي إشاعات تعتمد عليها لتحقيق هدف سياسي، وهو إلغاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين باعتبار أنها هي مؤشر وضمانة دولية على حق العودة وفق القرارات الدولية. هذه المسألة، نحن أمام تطور سياسي خطير جدا، وهو يمثل خطوة متقدمة على طريق إلغاء حق العودة من خلال تقويض عمل وكالة الغوث. المسألة لا علاقة لها بتدخل موظفين في الوكالة في الحرب في المعركة يوم 7 أكتوبر، وهذا غير صحيح، وإنما بمشروع سياسي تقوده الإدارة الأمريكية لخدمة الاحتلال. ونحن نريد أن نتساءل هنا، حسب مزاعم الاحتلال أن هناك 9 شاركوا في هذه الأحداث، اليوم هناك دولة أو هناك الكيان الصهيوني قتل أكثر من 33,000 فوق الأرض، وبعضهم لازال تحت الركام. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا، ما أين الموقف الأمريكي من ذلك؟ من أجل 12 هناك مزاعم بمشاركتهم، يقوم العالم وينتفض ويعاقب كل الشعب الفلسطيني بحرمانه من حقوقه ومن حقه السياسي في حق العودة من خلال هذه الجرائم، بينما يقدم كل الدعم بالمال والعتاد والسلاح لذبح أكثر من 33,000، ولا زالت المذبحة مستمرة. نحن أمام مثال جديد على الظلم الغربي، الظلم غير المقبول، الظلم الذي يوشك بإشعال المنطقة بأسرها. الغرب يمارس مذبحة العصر بأشكال متنوعة، وأبشع المشاهد الحديثة كان موضوع وقف المنح المالية للأونروا في سياق تجويع شعبنا وفي سياق حرمانه من حقوقه السياسية. إذن أي حديث عن مبادرات لصفقات تبادل أسرى تصبح الآن غير صحيحة، ليست لها معنى، ليست لها قيمة. يعني اسمح لي، مسألة ما يشاع الآن عن وجود بعض الاتصالات، يعني وخصوصا لدى الوسطاء، للبدء في طرح ما جديد يتعلق بصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. أنا قرأت الكثير من هذه التقارير، خصوصا التقارير الغربية للحقيقة. ما يقال في هذا السياق صحيح أم خاطئ دكتور؟
يعني علينا أن ندرك أن الحديث الأمريكي الإسرائيلي في موضوع تبادل الأسرى هو مجرد محاولة لجدولة ذبح غزة، ليس هم يريدون الأسرى ثم تستمر المعركة. كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية تتحدث عن استمرار القتال، استمرار العدوان، ليس هناك أي نية لا إسرائيلية ولا أمريكية لوقف المعركة في غزة. هم يريدون استمرار تصفية غزة، إبادتها، استئصالها بالكامل، ونحن في سنستمر في دورنا في مواجهة هذا العدوان والإجرام. لذلك نحن مستمرون في التفاوض، لم نغلق الأبواب، ولكن على الجميع أن يدرك أن أي اتفاق لن يكتب له نجاح ما لم يكن هناك ضمانة بوقف كل أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني. نعم دكتور سامي، يبقى معنا، سنعرض شيء أعتقد سيكون لك تعليق عليه، وهو مؤتمر صحفي ينظمه عدد من الشخصيات الإسرائيلية للدعوة للاستيطان في قطاع غزة، فلنتابع. في هذا الوقت الصعب من أوقات الحرب واستخلاص العبر الوطنية وباسم غالبية شعب إسرائيل، نحن نقول في حومش وسنوق وغانيم وكديب وكل جوش قطيف، سوف نعود إلى هناك، إلى قطاع غزة. سنين طويلة كنا نصرخ بصوت عال، وبعد مجزرة 7 أكتوبر بات واضحا أن المكان الذي فيه استيطان هناك أمن، في المكان الذي لا يوجد فيه استيطان هناك إرهاب. شعب إسرائيل كله توحد اليوم في حرب على حياته وعلى وجود دولته، ولذلك علينا أن نقول هذا بصوت واضح. أوسلو وفك الارتباط من غزة لقد جلبت علينا هذه المحرقة، هذا بسبب ذاك. منذ 30 سنة قاموا بجرجرتنا، خسرنا كثيرا من أجزاء هذه البلاد، وتلقينا ضربات إرهابية وسفكت دماؤنا، وهذه أيضا الضربة التي تلقيناها في 7 أكتوبر والمحرقة التي حصلت تدفعنا للقول اتفاقية أوسلو ماتت وشعب إسرائيل حي. أوسلو ميتة وشعب إسرائيل حي. اتفاقية أوسلو ميتة وشعب إسرائيل حي. باسم الآلاف الذين جاءوا هنا هذا المساء وباسم 12 وزيرا وأكثر من 15 عضو كنيسة، جاءوا جميعا اليوم لوضع حجر أساس من أجل إحداث إصلاح كبير ومهم لدولة إسرائيل. صارعنا 16 سنة من أجل أن نرد على العار الذي حصل من فك ارتباط مع غزة، وبعد 16 سنة اليوم حظينا سويا مع أعضاء الكنيسة والوزراء ومع منظمات التي ترعى هذا المشروع من أجل أن نمحو ذلك العار وأن نبدأ من جديد مستوطنة حومش. بعد اتفاقية أوسلو ماتت ويجب أن نعود لاستيطان أو للاستيطان في قطاع غزة ببساطة، وكانه يدعو للاحتلال، احتلال قطاع غزة مرة أخرى. عدد كبير ممن يحتشدون في هذه القاعة وهذا على الهواء مباشرة من القدس،
على ما يبدو يحتشدون لاستمرار هذه الحرب، لاحتلال قطاع غزة، لعودة المستوطنات إلى القطاع مرة أخرى. هذا يحضره عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومة نتنياهو خصوصا بن غفير وسموتريتش ينادون بهذا، يعني بهذا الأمر بشكل علني وواضح وصريح. دكتور سامي، ما تعليقك؟ يعني ما استمعنا الآن من دعوات يشارك فيها وزراء في حكومة الاحتلال باستمرار الحرب هو ما يفسر موقف حماس بعدم القبول بأي صفقة لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة أو صفقة تبادل الأسرى بشكل عام. نحن سنواجه هذا الاحتلال، نحن سنحمي شعبنا الفلسطيني. هذا احتلال عليه أن يدرك أن إما أن يختار بين وقف القتال، وقف العدوان والحصول على أسراه مقابل أسرانا الفلسطينيين، أو أن يستمر في القتال وسيحصل على أسراه في كجثث وليس كأحياء. هذه النتيجة التي يجب أن يدركها المجتمع الصهيوني، عليه أن يختار بين أن يعود أسراه أحياء بقرار حماس وفق الشروط التي تريدها وفي مقدمتها وقف العدوان بشكل شامل، أو أن يحصل على أسراه كجثامين. أيضا ما يقول هؤلاء الصهاينة بأنهم يريدون العودة والاستيطان في غزة، نحن نقول لهم لماذا رحلتم؟ غزة كان 40% من أرضها هي عبارة عن مستوطنات صهيونية حتى العام 2005 ميلادي. لماذا رحل الاحتلال؟ الاحتلال رحل تحت ضربات المقاومة، لم يستطع أن يصمد، وبالتالي ما نستمع إليه هو حديث مثير للسكرية لا يحرك فينا ساكنا. على هؤلاء أن يدركوا أن غزة اليوم حتى وهي تئن من هذه الجروح وهذا القتل والتدمير، إلا أن غزة صاحبة مشروع وهي تقود مشروع التحرير. مشروعنا ليس تحرير غزة، مشروعنا هو تحرير فلسطين. ولذلك نحن ماضيين ونحن واثقون أننا ليس فقط سنطهر غزة، بل واثقون أننا سنعود إلى الغزة إلى القدس، لا نستوطن بل نعود إلى أرضنا. هؤلاء المجرمين الصهاينة عليهم أن يدركوا أنه حان الوقت لإجابة السؤال بين أن يستمروا في هذا الصراع وأن يدفعوا الثمن، بين أن يغادروا أرضنا ويعودوا من حيث أتوا. نحن لن نقبل بالتنازل عن حقنا، حقنا في مقدساتنا وحقنا في أرضنا وحقنا في حريتنا. سنمضي مهما كانت التكاليف. واليوم ما جرى خارج مساحة غزة خارج فلسطين من استهداف للجنود الأمريكيين، هذه أعتقد أنها رسالة بليغة على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال أن يلتقطاها قبل فوات الأوان. دكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، كنت معي عبر الإنترنت، جزيل الشكر لك.